تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول المشهد السوري، فهناك الكثير من التطورات المتعلقة بالساحة السورية، منها فرار أكثر من 60 من الإرهابيين من آخر جيب تابع لداعش بشرق سوريا. كذلك المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا يلتقي وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وتم مناقشة الكثير من الموضوعات المتعلقة بمسألة حل النزاع السوري من الناحية السياسية، وأيضا مسألة تشكيل لجنة الدستور. وأكد وزير الخارجية السورية أن الشعب السوري هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مستقبله، سواء فيما يتعلق بالعملية السياسية أو ما يتعلق بتشكيل الدستور. للمزيد من التحليل والمتابعة أرحب مع حضراتكم بضيفي في الاستوديو، السيد السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد سفير منورني، أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمح لي أتواصل مع سيادتكم ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. ابقوا معنا مشاهدينا. فيما يبدو أنه نهاية لتنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن عن نفسه عام 2014 على الأراضي العراقية والسورية، يترقب العالم بمزيد من التفاؤل الإعلان الوشيك عن نهاية تنظيم داعش في سوريا، والذي أرق المنطقة والعالم أجمع ولعب دورا بارزا في تقويض البنية التحتية والمجتمعية في العراق وسوريا. وجاء عن قوات سوريا الديمقراطية التي تعتمد بشكل كبير على الأكراد أن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة وأن المعركة لم تنتهي بعد. وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ 9 من فبراير هجوما على جيب التنظيم في بلدة الباغوز، وذلك في إطار عملية واسعة بدأتها قبل 6 أشهر لطرد التنظيم من معقله الأخير في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية. وعلى وقع تقدمها العسكري أحصت هذه القوات خروج أكثر من 66 ألف شخص من جيب التنظيم منذ مطلع العام وحتى الآن، ولا يزال التنظيم يخوض معركته الأخيرة فوق الأرض السورية بعد أن خسر كافة المناطق التي كانت بحوزته. من جديد أعود وأرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو السيد السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد السفير منورني، أهلا وسهلا. يعني كل يوم في جديد فيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، آخر التطورات المتعلقة بفرار أكثر من 60 ألف من آخر الدواعش من شرق سوريا وبداية العملية السياسية بشكل مختلف. يعني بداية، كيف ترى التطورات الأخيرة المتعلقة بالشأن السوري؟ وطبعا ما زال هناك التساؤل حول ما هو مستقبل داعش. فكل هناك كل الاراء التي يعني تصدر عن العالم الغربي خصوصا في الولايات المتحده ان نهايه داعش باعتبارها مسيطره على قطعه ارض ليست نهايه نهائيه لها، وانما سيكون هناك عديد من الخلايا النائمه موجوده في اطراف معينه مختلفه من العالم ستبدا تتحرك، وبالتالي هناك الاحتياج الى استراتيجيه جديده لمواجهه المرحلة الجديدة من داعش. دي أول نقطة. ولكن النقطة المهمة في تطورات المنطقة هي ما هي استراتيجية الرئيس بشار الأسد في هذه المرحلة بعد أن تطورت الأمور وأصبحت فيها بلورة لمواقف عربية ومواقف غربية ومواقف الدول المجاورة. مؤخرا رئيس الأسد زار إيران واجتمع بالخاميني، وأيضا مؤخرا اجتمع رؤساء أركان ثلاث دول، العراق وإيران وسوريا في دمشق. وبالتالي هناك خط يعني يتضح من أنه ما زال هناك تمسك بالتحالف القديم ما بينه وبين إيران وبين حزب الله وطبعا مع روسيا. ويعني يؤيد هذا أنه قد قرر النظام السوري قرر أن يقدم أو يوافق على أن تقوم السلطات أو الشركات الإيرانية بإدارة مرفأ أو ميناء اللاذقية، ورغم أن هناك اعتراض شديد من الروس. بالتالي كل هذا يأتي في إطار ما هو مستقبل السياسة الخارجية السورية. يعني هل هي ستكون ما زالت مقيدة بالتحالفات القديمة مع إيران وحزب الله وما إليه، ولا ستتغير وفقا للتطورات الدولية والإقليمية؟ صحيح. وخصوصا أن هناك انفتاح عربي كبير على أن تعود سوريا إلى دورها كدولة عربية. ومؤخرا قال الوزير سامح شكري أنه ليس هناك شروط من ناحية مصر على عودة سوريا للجامعة العربية. بالإضافة إلى التحركات المختلفة، الإمارات فتحت السفارة بتاعتها في دمشق، وأيضا السودان الرئيس السوداني زار وما إليه، هناك تحرك عربي بيقدم يعني غصن زيتون إلى النظام السوري لتعود إلى يعود دوره إلى الإطار العربي.
فما زال هذا التساؤل الملح. طيب كيف سيستطيع بشار الأسد والنظام السوري أن يقدم استراتيجية تستطيع أن تتوازن مع التطورات الإقليمية والدولية؟ من ناحية الدولية طبعا روسيا ستستمر في دورها الرئيسي أكيد في سوريا, في سوريا. وهناك ما زالت مشكلة شرق الفرات وإدلب وما إليه ما زالت عالقة, والصراع هناك ليس فقط صراع مع الميليشيات وما إليه وداعش, ولكن صراع أيضا مع تركيا. وروسيا واخدة موقف قوي. النقطة الأساسية في هذا التطور هو أن عقب اجتماع رؤساء الأركان العراقي والسوري والإيراني زار وزير نائب وزير الدفاع الروسي إلى دمشق وتحدث مع الرئيس بشار الأسد عن أن هناك رغبة صادقة من روسيا أن تساعده في استعادة الأراضي شرق الفرات وما إليه, وبالتالي هناك تنسيق سوري روسي في هذا الموضوع, وهذا الموضوع يتناقض مع الاستراتيجية التركية ومع طموحات السيد أردوغان الغريبة في أن يسيطر وأن يعمل ويتحرك وما إليه. فالحقيقة الموقف بالغ الدقة وبالغ التعقيد في ضوء أن طبعا الأطراف الأخرى وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا لن تكون غائبة بالضبط, لهم أدوار أكيد. فبالتالي كل هذا بيضع تساؤل كبير أمام النظام السوري أو الرئيس السوري, كيف يستطيع أن يخرج من هذه المعمعة إلى تحديد دور محدد لسوريا مرتبط بواقعه الإقليمي كجزء من الأمة العربية وكجزء من منطقة الشرق الأوسط, واستراتيجية تستطيع أن تتعامل مع كل هذه الأطراف. سيد سفير, يمكن الواقع المتعلق بالأزمة السورية أنها مرت بمرحلة كثيرة جدا من التحولات, وصلت في النهاية إلى طرد آخر الجيوب الداعشية التي كانت متواجدة في شرق سوريا, وبالتالي المبعوث الأممي النهاردة بيتكلم على إنهاء الأزمة السورية بشكل سياسي, وأيضا مسألة تشكيل الدستور السوري. النظام السوري بيتكلم عن أن تشكيل الدستور حل الأزمة السورية ده حق يعني سيادي سوري بشكل أو بآخر. يعني في تقديرك أنت, مفاتيح التدخل الخارجي المتعلقة بالأمم المتحدة والمبعوث الأممي في الأزمة السورية حاليا, شكل التعاون هيكون إيه؟ شوف أنا يعني عايز أرجع نقطتين في الكلام اللي سيادتك أشرت إليه قبل ما نتكلم عن دور المبعوث الدولي دور المبعوث الأمم المتحدة, لأنه طبعا ديمستورا ومن جاء بعده كان دوره محدود جدا. بالضبط. ولكن النقطتين الأساسيتين التي تواجه الموقف السوري والموقف الدولي في علاقته بسوريا هي مشكلة ماذا سيحدث لداعش وماذا سيحدث للاجئين السوريين خارج سوريا. دي قضيتين أساسيتين المحوريتين اللي يجب أن يكون هناك تعاون إقليمي تصور وتصور وتعاون دولي ودور للولايات المتحدة للأمم المتحدة فيه. بالنسبة لداعش هناك مشكلة حقيقية, لأنك أنت في النهاية عندك آلاف من هؤلاء المقاتلين المعروفين اللي ممكن تحاصرهم وتقبض عليهم, ولكن عندك آلاف من الغير معروفين الخلايا النائمة زي ما قلت أنا وما إليه. فبالتالي محتاج استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا, وهو ما يتخوف منه الغرب, وخصوصا زي ما حضرتك بتقول عودة هؤلاء الناس إلى بلادهم. الولايات المتحدة بترفض تماما عودة أي حد كان خارج من عندها, بما فيها حتى البنات والستات. أوروبا متخوفة, يعني هناك تخوف خطير من هذا. طب الآلاف دول المحبوسين في مناطق مختلفة في العراق وما إليه يحصل فيهم إيه, وكيف تتعامل معهم تعيد يعني تدويرهم لأنهم يعيشوا حياة طبيعية, أو أنك يعني تمنع أنهم يرجعوا إلى الاستخدام العنف وما إليه, أو ربما يكون في أجندات أخرى متعلقة بدول مختلفة استغلالهم في أماكن ثانية. ما هي المشكلة كلها جاءت من هناك دول استخدمت أجندات واستخدمت هؤلاء الناس. صحيح. يعني هو دول ظهروا كده ودخلوا إلى سوريا إزاي, يعني كل الدعم وكل يعني واضح أنهم أخذوا بدعم تمويلي من قطر ودعم من تركيا وبدعم من دول غربية. يعني ده واضح, وهذه المؤامرة عادت بالنار على من بدأها. بالضبط. في النهاية الذي يعني أصيب بكوارث متعددة من اكتوى بالنار هي أوروبا وتركيا يعني وقطر دلوقتي محاصرة وما عندهاش أي اختيار لأنها تتحركت بعيدا عن الإرهاب. فبالتالي هناك مشكلة حقيقية تواجه النظام السوري وتواجه المنطقة في التعامل مع داعش, ويجب أن يكون هناك استراتيجية جديدة, والأمم المتحدة يجب أن ترعى إيجاد استراتيجية جديدة يتعاون فيها الأطراف المعنية كلهم. داعش لم تنتهي بعد, باعتراف رئيس الأركان الأمريكي, باعتراف معظم القيادات العسكرية الأوروبية, لن تنتهي بمجرد أن الجماعة دول يتقبض على مجموعات كبيرة منهم. القضية الثانية المحورية هي اللاجئين السوريين في لبنان, في تركيا, في مصر, في مناطق متعددة يجب أن يعودوا. المشكلة زي ما أسرها بنبلاط
اخيرا في اجتماع امبارح او النهارده بيقول لك انا يعني انا اؤيد تماما عوده اللاجئين السوريين الى 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 اماكنهم، ولكن مش لمن يضمن لنا سلامتهم. دي قضيه خطيره، يعني اعداد كبيره جدا من هؤلاء اللاجئين قد يكون اما انهم دروز او انهم كذا او كذا، قد يواجهوا بمشاكل مرتبطه بعداوات قديمه او عداوات حديثه، واحنا مش عايزين في هذه المرحله يحدث مثل هذه المشاكل اللا انسانيه. فبالتالي هناك قضية معلقة بضمان سلامة اللاجئين وعودتهم إلى أراضيهم سالمين، ثم إعادة يعني تسكنهم في أماكنهم وإيجاد حياة شريفة لهم وحياة يعني عادلة لهم. فدي قضية أخرى، ودي يجب أن تكون على قمة أولويات الأمم المتحدة والدول الغربية، لأنها تعاني من مشكلة اللاجئين وما يسمى الليجال إيميجرانتس، المهاجرين غير الشرعيين وما إليه، ويجب أن تتعامل مع هذه القضية تعاملا عمليا، يجب نتحرك لهذا. أما ماذا يمكن للمبعوث الدولي أن يعني يشارك به؟ طبعا قضية الدستور وقضية دي قضايا ما زالت يعني في محاور كلامية، لأن احنا ما زلنا في قضايا ميدانية اللي هي مرتبطة بتحرير بقية الأراضي السورية، التعامل مع داعش، التعامل مع لاجئين، الاستقرار، وبعدين موقف الإسرائيلي والموقف التركي والموقف الأمريكي، كل دي قضايا لسه معلقة. يعني ما مش هيمكن ان احنا نتعامل مع قضيه الدستور وقضيه اعاده تنظيم النظام السياسي قبل ان هذه القضايا على الاقل يبقى في الافق حلول لها. هو يمكن التصور الحالي بيتكلم على ان يعني مع خروج اخر الارهابيين من سوريا فتبقى او يبقى لنظام اليد الطوله في سوريا، وبالتالي فرضت بقى قضايا متعلقه باجراء انتخابات عامه، تشكيل لجنه الدستور، ولكن زي ما حضرتك بتقول ان في ارضيه اخرى لابد من الحسم فيها فيما يتعلق بالوجود التركي الايراني، كل هذه الامور قبل الدخول في هذه التفاصيل. بالضبط، يعني هي قضية يعني أنت ممكن أنك أنت تنجح في أنك أنت تضع دستور رائع جدا، ولكن تنفيذه عمليا صعب جدا. إذا كان عندك سيطرة إيرانية على مناطق متعددة وإمكانية أن هم يؤثروا على التصويت، إذا كان عندك أعداد ضخمة من الميليشيات الإيرانية بتلبس اللبس الجيش السوري وكأنها هي سورية، إذا كان عندك يعني تداخل من تركيا في مناطق معينة، إذا كان عندك صراع ما بين الأكراد وتركيا، كل هذه قضايا ستمنع أنك أنت تطبق الدستور تطبيقا حقيقيا. فبالتالي يجب أن نأخذ في الاعتبار هذه الأمور، ونأخذ التدريج، عملية الإصلاح التدريجي للوصول إلى توازن قوة حقيقي في سوريا. القمة العربية القادمة خلال أيام، في تصور حضرتك يعني هناك يعني مهام ملقاة على عاتق هذه القمة بعودة سوريا للجامعة العربية، إعادة أعمار سوريا، حضرتك بتشوف شكل التوازن فيما يتعلق بهذا الأمر مع سوريا؟ لا، شوف انا واضح ان هناك اتجاه عربي قوي لعوده سوريا الى الجامعه العربيه والى ان يكون لها دور في الاطار العربي. ومش بس المشكله مش قضيه دور، انما قضيه تفاعل، ان في النهايه انت هتكون جزء من الجامعه العربيه وجزء من الاطار العربي، يجب ان تاخذ في اعتبارك الحساسيات والمصالح الخاصه بالدول العربيه المجاوره. فانت في النهايه السورية تتجاور مع 5 دول عربيه، لبنان والأردن والسعودية والعراق، ما ينفعش إنها في ضوء هذا إنها تكون يعني بتتعامل بتعامل خاص جدا مع إيران التي تمثل تهديدا للخليج والدول والسعودية، وفي الوقت نفسه تكون يعني مشاركة جدية في العمل العربي المشترك. وبالتالي هناك توازن دقيق يجب أن تدخل فيه الإدارة السورية، كيف تستطيع أن تخرج من هذا المأزق، وهي إنها جزء من العالم العربي ولا يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا لصيقا بقوة إقليمية بتتدخل في المنطقة العربية. ده كلام كويس جدا. هتسمح لي أستاذ صفدي بينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، مرحبا دكتور. نعم، هل تسمعني بوضوح؟ نعم. دكتور، يعني الحديث يدور حول شكل المرحلة القادمة فيما يتعلق بالنظام السوري في ضوء مباحثات وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع المبعوث الدولي للأزمة السورية. تم النقاش حول مسألة النزاع، حل النزاع السوري بطريقة سلمية، كذلك تمت المناقشة حول مسألة تشكيل الدستور. وزير الخارجية السورية أكد أن هذا الأمر حق أصيل من جانب سوريا،
والسوريون أنفسهم هم من يقررون شكل الدستور وشكل المرحلة القادمة. يعني كيف ترى مستقبل سوريا في ضوء هذه المناقشات، في ضوء التطورات الموجودة على أرض الواقع من الناحية العسكرية؟ يعني بطبيعة الحال لا يوجد دولة في العالم تقبل أن يملى عليها من قوى أجنبية أو دول أخرى شكل النظام السياسي الذي يختاره شعبها. لذلك هذا هو الموقف السوري بكل بساطة، يعني حتى ما يتعلق بالدستور. الشعب السوري يعني كما هو واضح يعني ويعلن عن ذلك دائما ما قبل المسؤولين السوريين، بأن الشعب السوري يختار ما يناسبه وما يريده في شكل النظام وشكل الدستور القادم، ولا سيما الدستور شيء يعني معروف يعني يقرر مصير الدولة والقوانين الناظمة لحياتها السياسية والاقتصادية وغيرها. لذلك يعني عندما يصر المعلم أو غيرهم المسؤولين السوريين على أن السوريون هم أنفسهم فقط يقررون ما يريدون ولا أحد له الحق أن يتدخل بذلك من حيث المبدأ، السوريون يعني كل القوى بما فيها المعارضة الوطنية، المعارضة التي لم تدعم الإرهاب، لم تحمل السلاح ضد الدولة ولا تعمل تقوم بعمليات تخريبية كما فعلت المجموعات الإرهابية، هذا متاح للجميع. وبالتالي صناديق الاقتراع فيما إذا جرى تباين في قضية الدستور هذه خاضعة للاستفتاء العام والشعب السوري الذي يقرر هذه المسألة. هذا هو الموقف السوري بكل اختصار، ولكن هذه المسألة لا تروق للكثير من الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة وتركيا وغيرها الذين يريدون استخدام الدستور كشكل من أشكال التدخل وعمليا أن يكون لهم ممثلين في الدولة السورية والحكومة السورية، ولا سيما تركيا التي من المعروف منذ بداية الأحداث عام 2011 عندما جاء أحمد داود أوغلو إلى سوريا وطلب من الحكومة السورية تمثيل الإخوان المسلمين في الدولة السورية، وقال له بكل وضوح أن هؤلاء تاريخهم أسود في سوريا وقاموا بعمليات إرهابية وقتل، وهذا لا يمكن الموافقة في نهاية المطاف الشعب السوري الذي يقرر. ومنذ ذلك الوقت بدأت تركيا تتآمر على سوريا وعلى الدولة السورية. يعني لذلك يعني المجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي يحاول الضغط على سوريا لكسب تنازلات سياسية من قبل الدولة السورية، وهذا غير ممكن في نهاية المطاف. سوريا مواقفها واضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد الهيمنة الأمريكية على المنطقة. لذلك هذا هو ما يزعج الأمريكان ويزعج كل القوى الاستعمارية الغربية. والشعب السوري الذي صمد هذه السنوات الطويلة بطبيعة الحال لا يمكن أن يتراجع عن مواقفه المبدئية بهذا الشأن، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن لا يشارك في الدولة السورية والحكومة السورية تلك القوى الوطنية من المعارضة. أما من وضع أجنداته لخدمة الدول الأخرى بطبيعة الحال لا أحد يقبل مثل هؤلاء الأشخاص. دكتور، يعني بالتأكيد هناك الكثير من التطورات المتلاحقة المتعلقة بتغيير موازين القوى على أرض الواقع في الداخل السوري. يعني في تقديرك أنت تأثير هذه التغيرات على ترتيب البيت السوري من الداخل ومستقبل سوريا؟ يعني الآن المهمة الأساسية لكي يعاد الاستقرار والأمن إلى سوريا وأن يجد الحل السياسي طريقه إلى التنفيذ، هذا يحتاج قبل كل شيء القضاء على المجموعات الإرهابية ولا سيما تلك داعش. يعني كما هو معروف من الأخبار بأن لم يعد لديهم وجود فعلي على الأرض الواقع، ولكن النصرة المدعومة من تركيا والتي ترعاها تركيا وهي التي أتاحت لها المجال لكي تحتل إدلب، مدينة إدلب، وتحت ناظريها وحمايتها، ولم تفعل أي شيء، وهي خالفت بذلك القرارات التي وقعت عليها في سوتشي. لذلك يعني بطريقة الحال لا تركيا ولا غيرها ممكن أن يفرض على الشعب السوري أي خيارات لا يريدها الشعب. لذلك أعتقد الشعب السوري قادر الذي صمد 8 سنوات من هذه الحرب الظالمة التي فرضت على الشعب السوري قادر أن يجد طريقه للحل السياسي، والحل السياسي مرهون بطبيعة الحال بكف الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة وتركيا من التدخل بشؤون الداخلية.
لولا تركيا الآن أقول لك بكل صراحة لا انتهت المسألة والمشكلة في سوريا منذ زمن بعيد. يعني تركيا الآن أصبحت هي العائق الرئيسي التي تعارض عمليا إعادة الأمن والاستقرار فيما أنها تحتل جزء غالي من الأرض السورية في شمال غرب سوريا، وهذا لا يمكن السكوت عنه ولن يكون مقبولا ولن تفوز بهذه المسألة. الشعب السوري مهما بلغ التضحيات سيبذل كل الجهود من أجل طردها من الأرض السورية المحتلة، لهذا كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك أنا بتقدير المسألة يعني يقدمون الحل السياسي على مسألة القضاء على الإرهاب، ولو كانوا مخلصين لهذه المسألة لكانوا ساعدوا الدولة السورية على القضاء على الإرهاب وليس مساعدة الإرهاب على الدولة السورية، رغم تبجحهم واستعراضاتهم بأنهم ضد الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه فهم يحمون هذا الإرهاب. أنا بشكر سعادتك جدا، أشكرك الدكتور إبراهيم زعير متحدثا إلينا من دمشق، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، شكرا جزيلا. بعود مع حضراتكم مشاهدين الكرام لضيفي السيد السفير حمد صالح مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد سفير، آخر نقطة اللي هو بيتكلم فيها على تقديم الحل السياسي على مكافحة الإرهاب أو تحرير الأرض، هاك بشوف التوجه الدولي في هذا الإطار وبالتأكيد يحمل الكثير من الذرائع. شوف يعني هو التوجه الدولي كان مركز تركيز كبير جدا من حوالي سنتين على فكرة صياغة الدستور والانتخابات وما إليه، ثم تحرك إلى أن يكون واقعيا دلوقتي أصبح هناك إدراك من جانب العالم الغربي الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وآخرين إلى أنه لا يمكن أنك أنت تعمل أي حل سياسي إلا إذا انتهيت من القضايا الثلاثة المتعلقة بالإرهاب، متعلقة بتحرير الأرض السورية وخصوصا التواجد التركي وما إليه زي ما قال الزميل، وأيضا قضية اللاجئين. ولكن أضيف إلى هذا إن من وجهة نظر العربية ومن وجهة نظر الدولية ككل التغلغل الإيراني، يعني صحيح. دي أربع حاجات قضايا تمنع أي حل سياسي. حل سياسي زي إذا كنت عندك تغلغل إيراني بشكل مستتر وغير مستتر، إذا كان مستتر بمعنى أن هناك الميليشيات المتعددة الإيرانية تمام خلاص غيرت لبسها وأصبحت جزء من الجيش السوري أو جزء من الأمن السوري، ولكنهم ميليشيات إيرانية. إذا كان عندك تغلغل إيراني في المؤسسات السورية بشكل عام، إذا كان عندك تغلغل إيراني دلوقتي بقى مقنن بأنه منح حق إدارة اللاذقية، هذا طبعا موقف لن سيؤثر تأثير خطير على أي قرار سياسي حتى يعني بناء على التصويت، حتى على المستوى العربي كمان وبناء على التصويت حتى يعني ما أنت المواطنين برضو ما تقدر بتأثر عليهم صح. بالإضافة إلى أنك أنت عندك الأرض السورية لم تحرر كاملا، ما زال عندك إدلب وشرق الفرات مشكلة خطيرة زي ما أشار الزميل، عندك مشكلة من يسيطر على هذه الأرض حاليا هي الأكراد، ومن يسيطر على أجزاء كبيرة منها هي تركيا، من يتحرك فيها هو القوى الدولية بالضبط، فكرة الولايات كمان ما حدش عارف بالضبط ماذا يراد بهذه المنطقة، ماذا يراد بسوريا بشكل عام، يعني هناك كل القوى المختلفة تحاول أن تتلاعب بمصير سوريا بشكل أو بآخر، وبالتالي النظام الحالي يعتبر يعني غصن الذي يمكن يعني ينقذ الموقف بأنه على الأقل بيلم الصورة، ولهذا جاء الموقف العربي للترحيب بعودة سوريا كما هي للجامعة العربية. ولكن نحن في موقف صعب جدا بالنسبة لسوريا، ما زلنا، لأن كل هذه القضايا ما زالت تحت السطح. صحيح. التواجد الإيراني ما زال موجود بشكل عميق جدا، روسيا بتقول هي ستحاول أن تخرجه لكن ما فيش وضوح لحد دلوقتي تمام. في هذا ده بالعكس الموقف الإسرائيلي ما زال مش واضح، والإسرائيلي بتتدخل ما بين حين الآخر وتضرب المواقع الإيرانية تعمل بتاعه، وده بيهدد الأمن وبيهدد عدم استقرار، تعمل إزاي استقرار سياسي وكل ساعة إسرائيل تضرب المواقع السورية والإيرانية ومحدش عارف إيه الموضوع. ثم عندك التواجد التركي والتهديدات التركية المستمرة والعنجهية التي يقوم بها النظام التركي وخصوصا في السيد أردوغان، كلام كبير وصراع ويعني عنجهية ضخمة جدا، ما ينفعش كده في التعاون بين الأشقاء وما بين الجيران، ما ينفعش انك انت تبقى جارك وتقعد تتكلم عنه كانك انت يعني هتعمل وتسوي بتاعه وتحتل الاراضي وتضرب وتعمل، ما ينفعش كده. ثم عندك مشاكل العلاقات ما بين او الحدود ما بين العراق وسوريا، كيف تؤمن هذا؟ هل هناك تواجد لشيء لداعش في العراق وهل موجود في سوريا وكيف تؤمن هذا؟ يمكن الاجتماع ما بين رؤساء الاركان الثلاثه دول له وزن، ولكن تواجد رئيس الاركان الايراني ده محل تساؤل، انت جاي يعمل ايه؟ ما احنا انتهينا من الموقف الايراني. فكل هذا يحتاج إلى إعادة نظر من الأطراف المعنية، ويجب أن كنا ناخد في اعتبارنا أن الموقف الأمريكي لم يتبلور بعد. الموقف الأمريكي رئيس ترامب قال أنه سيسحب القوات
وبعدين الكونغرس ما زال بيقول القوات محدوده يعني كان زمان لا وفي كمان قوات سوريا ديمقراطيه التي تدين بالولاء للولايات المتحده فبالتالي الولايات المتحده برضو دورها ما زال مذبذب وده بيخلي الموقف مذبذب يعني يطلع الرئيس ترامب في احد المكالمات مع اردوغان يقول له انا هسيب لك سوريا الى اردوغان يعني احنا قاعدين فين على القهوه يعني دي مناطق بديه لبعض كده ما ينفعش كده وهزار انتقادات عديده لمقوله ترامب كده انا او ليف ات اول فور يو فبالتالي هذا الموقف ايضا الموقف الامريكي بيبقى مهم جدا في تحقيق توازن ما ينفعش ان كده كل القوى الدوليه تقعد تتلاعب الموقف وكل واحد يبقى مذبذب وعايز يحقق مصالحه ويمشي في النهايه لا يجب ان يكون هناك حد ادنى من الواقعيه لايجاد حل للقضيه السوريه التي تعذب فيها الملايين وهاجر من لا وتشرد منها الاف وملايين وايضا اثرت على اوروبا الغربيه بشكل عام يعني انظمه اوروبيه ضخمه زي النظام الالماني عانت الى درجه ان ميركل اضطرت انها تترك المستشاريه في ظروف هذه المشكله فبالتالي يجب ان يكون هناك نظره واقعيه انا اعتقد ان الدور العربي بدا يعود تدريجيا ما بين دول الخليج ومصر والدول الرئيسيه في العالم العربي تتحرك دلوقتي لاعاده لمعالجه الازمه بشكل او باخر والتواجد بشكل او باخر ولكن يجب ان يتزايد هذا الدور العربي في المستقبل. كمان في جانب من التحليل السياسي بيرى ان الازمه السوريه هي ازمه متداخله بين المصالح الاقليميه والمصالح الدوليه وبالتالي احيانا بتتصالح المصالح رغم الاختلاف في قضايا اخرى فيما يتعلق بالازمه السوريه وبالتالي الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يراعي كل رغبات سواء الأطراف الإقليمية أو الدولية يعني في تقديرك هل يمكن أن يكون هناك حل سياسي بعيدا عن النظام وبعيدا عن هذه الاستراتيجية أو هذه الأفكار المتعلقة بمعالجة الأزمة؟ يعني زي ما أشرت حضرتك سوريا كانت النموذج الأمثل للتداخل ما بين القوى الإقليمية والقوى الدولية بشكل غير عادي صحيح يعني الدول متناقضة في المصالح زي روسيا وتركيا وإيران يجتمعوا هم الثلاثة ويعتبروا نفسهم هم الممثلين لإعادة النظام إلى سوريا وفي تناقض مصالح لأن تركيا عاملة مشاكل مع روسيا وهي اللي ضربت الطيارة الروسية وهي اللي عملت كذا وكذلك النموذج الإيراني الأمريكي ونفس الشيء الأمريكي وما إليه فبالتالي تناقض في المصالح ولكن تلاقي في أن نشوف سوريا دي ككعكة نستطيع نقسمها إزاي ما ينفعش كده في إطار نظام دولي في القرن 21-2019 ما ينفعش أنك أنت تستمر في دولة مهمة زي سوريا فيها كل هذه الابهيفل والترمائل والمشاكل الإنسانية الرهيبة فبالتالي يجب أن يكون نظرة واقعية طبعا زي ما أشرت أنت سيادتك في بداية الكلام المبعوث الدولي راح قابل المعلم طيب ما هو دور المبعوث الدولي لم يكن هناك دور لا لديمستورا ولا دور محدود جدا ما شفناش منهم حاجة خالص طب يعني على الأقل يجب أن يطلع المبعوث الدولي دلوقتي ويقدم استراتيجية للتحرك وينشر يقول انا رايي كذا وكذا حتى لو كان هذا يعني صعب وبعيد عن مصالح الاطراف المعنيه وده دوره ولكن اين هي هذه الاستراتيجيه؟ اين هذه الرؤيه؟ وهل يستطيع ان يقدمها؟ ده كلام الحقيقه كمان يمكن فكره البعض بيطرح فكره انه مع قرب انعقاد القمه العربيه فان القمه العربيه مطالبه بدعم النظام السوري او بدعم الدوله السوريه دوله المؤسسات السوريه خلال المرحله القادمه فيما يتعلق باعاده الاعمار وما الى ذلك. سيادتك طرحت من شويه ان فكره لابد كمان ان النظام السوري يراعي المصالح العربيه في يعني تحركاته خلال المرحله القادمه، فكره التوازن. شوف سيادتك انا بس عايز اذكر بان الرئيس السيسي والاداره المصريه كانت أولى الدول التي ذكرت بأن الجيش الوطني السوري وأن الدور الدولة المركزية السورية هي دور مركزي في إعادة الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على الدولة السورية وفي هذه المرحلة من 3 سنين أو أكثر وجاءت بانتقادات عديدة من حتى أصدقائنا المقربين صحيح ما كانش هناك رأي نظرة واقعية للأمور إن في النهاية أنت ما تقدرش تلم المجموعة دي كلها تلم المشاكل دي كلها إلا ما يكون في إدارة مركزية وهذه الإدارة المركزية قد يكون لها عيوب ولكن لها مميزات إنها بتضع الأمن كقضية أولى في المنطقة فبالتالي الموقف المصري تبين فيما بعد أنه الموقف الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ بجدية ولقينا معظم الدول العربية دلوقتي بتأخذ نفس الموقف المصري وهو أنه يجب أن نتعامل مع القوة المركزية الرئيسية في دمشق التي تستطيع أن تعيد الاستقرار إلى المنطقة ثم نتكلم بعد كده على التعديلات السياسية والدستورية وما إليه إنما إنها نترك المنطقة الدولة تنهار وكل الميليشيات هي اللي تسيطر وإيران هي اللي تعمل وبقى نتكلم نقول الله وعايزين بقى نعمل الدستور دستور إيه بقى؟ ما هذا الموضوع صحيح. انفجر وإعادة أعماره وبتاعه انفجر من الداخل يعني فبالتالي دي النقطة الأولى النقطة الثانية
هناك دايما شكوك حول دور المؤتمرات القمة العربية، يعني ماذا تفعل وماذا تقدم، ماذا تقدم وحتى مدى حتى الجدية ومدى الحضور، حضور القيادات العربية وما إليه. نأمل أن يكون المؤتمر القادم هو في تونس مش كده، أن يكون جدا وأن يحضروا معظم القيادات العربية وأن يأخذ مواقف محددة وأن تتوفر الإرادة السياسية لدى القادة العرب فيما يتعلق بمعالجة الأزمات. مش ضروري يأخذ مواقف كبيرة، بس على الأقل مواقف محددة يعني قليلة ولكن معبرة قابلة للتنفيذ. بالضبط. فبالتالي ده اللي نأمله. مصر بتقوم بهذا الدور، ولكن طبعا دور مصر يعني بيتزايد تدريجيا، طبعا كان انكمش نسبيا في فترة الثورة وما إليه والظروف الصعبة اللي مر بيها، إنما زاد بشكل غير عادي في الفترة الأخيرة، في الثلاث سنين الأخيرة دول. والحقيقة الإدارة المصرية والرئيس السيسي استطاع أن يقدم صورة جديدة لمصر وتحرك جديد. صحيح. نأمل أن احنا نقدم برضو أفكار في القمة العربية تعيد التوازن، ونقول للجانب السوري أنه يجب أن يعود، ولكن في إطار محدد نتكلم عنه، أن احنا في النهاية مجموعة عربية لا يمكن أن نتقبل أن يبقى فيه سيطرة من دولة إقليمية، خصوصا أن هذه الدولة الإقليمية دولة ديكتاتورية وليست لها أفكار تقدمية ولا ما فيهاش أي حاجة تقدمها جديد، يعني صحيح لإيران. يعني مش معقول أن نقبل أن واحد من إيران يطلع يقول نحن مسيطر على 4 عواصم عربية، غير مقبول حتى على المستوى الدولي، ونحن بنتكلم في القرن 21. فبالتالي يجب أن يكون هناك حد أدنى من التضامن العربي يظهر في هذه المرحلة. يمكن النقطة الأخيرة اللي عايز أطرحها مع حضرتك، بالتأكيد الأزمة السورية أثارت الكثير من المشاكل في المنطقة وفتحت يعني النار على الكثير من العواصم العربية بشكل أو بآخر، بل كثير من الأزمات تداعت على الكثير من الدول العربية بعد الأزمة السورية تحديدا. قراءة المشهد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام حضرتك بتشوفه إزاي؟ شوف حضرتك، إحنا يعني الأمور في المنطقة بتتحسن ببطء شديد، يعني هي بتتحسن بس ببطء شديد. احنا عندنا 4 دول متفجرة، ما زالت متفجرة، ليبيا واليمن وسوريا. ثم عندك تبص على لبنان وتبص على العراق، يتوقف وجهة نظرك ايه، هل هي متفجرة ولا هي غير مستقرة، ولا انما يعني في اوضاع صعبة يعني. فبالتالي احنا عندنا مشاكل متعددة، وانك انت تتعامل مع هذه القضايا في نفس الوقت قضية معقدة، وخصوصا زي ما اجرنا في التحليل ان القوى الاقليميه والقوى الدوليه كل واحد له مصلحه، وكل واحد قاعد يبعت اسلحه. صحيح. في ليبيا، ولا قاعد يبعت اسلحه في اليمن، ولا قاعد يعمل كذا وبدا، واموال تتدفق من قطر وما اليه، يعني قضايا معقده. نحن في حاجه الى ان يكون هناك استراتيجيه عربيه مشتركه، وسبق ان احنا قلنا ان التجمع الوفاق العربي اللي هو مصر والامارات والسعوديه والبحرين تستطيع ان تقدم هذه الرؤيه المشتركه، وفعلا هناك تطور في هذا، نبي نقدم رؤية مشتركة بتتحرك هذه الدول في إطار محدد مشترك مع بعض. إنما يجب أن يتزايد هذا الدور الإيجابي، لأن بدون أن يكون هناك رأي عربي لإعادة التوازن في المنطقة والإخراج المنطقة من السيطرة الإقليمية سواء الإيرانية أو التركية أو التواجد الأمريكي أو التواجد الغربي، مش هتقدر المنطقة تخرج من هذه المرحلة الصعبة جدا. وحتى لو بخطوات زي ما حضرتك قلت مش كبيرة، أو مواقف مش كبيرة، ولكن خطوات محددة تكون قابلة للتنفيذ وكلها رد فعل. بالضبط، يعني يبقى في رؤية واضحة لما هو المستقبل، ولكن نتحرك بخطوات صغيرة ولكن قابلة للتنفيذ وعملية، إنما الرؤية قدامنا إنها عايزين إيه في النهاية، عايزين كذا وكذا وكذا. حد أدنى من التضامن العربي يكون موجود ويكون ظاهر حتى بالنسبة للشعوب العربية. بالضبط، ويكون هناك إيمان بأنه الدول المنطقة العربية لا يجب أن تكون مرتعا. صحيح. للدول الأجنبية. صحيح. يعني حاجة قضية أثيرت من 1930 لحد الوقتي، مش يعني وحرروا الأراضي العربية وتقريبا نرجع تاني إلى عصر الاحتلال الغير مباشر، إلى أن إيران بتحتل كذا وبتحتل كذا، ده كلام ما ينفعش. صحيح. يعني يجب أن يكون هناك حد أدنى من المبادئ المرتبطة بسيادة الدولة على أراضيها والحرية المواطنيها وتقرير المصير وما إليه، وما ينفعش كده، والعالم كله مستقر على هذا، يجب أن نؤكد عليه ونوصل إلى حلول لهذه المنطقة. شرفتني جدا في هذا الحوار، بشكرك جدا السيد السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية سابقا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، بشكرك سيد السفير. شكرا يا فندم. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء.